This is the new shape. Our mesh becomes that, looks like that. Okay, we use this tool to select the two edges to make the another lines, and right click, then insert sizing. Okay, there's no number of divisions. It will be 100. Okay, soft, the behavior is soft for very fine mesh or fine mesh or accurate solution. For base, we will make this base, and this base factor it was 6. Okay, generate mesh. This is our mesh. Okay, الجزء ده يا شباب بنعمل فيه ايه؟ بنعمل هنا الـ edge sizing. اول حاجة انت بتختار الـ size اللي انت الـ edge بتاعك. احنا اخترنا this edge and this edge. هنا بيبقى فيه ايه؟ هنا بيبقى فيه number of divisions. اولا هو بيعمل طيب عبارة عن اما element size يا اما number of divisions يا اما sphere of influence. انا استخدمت number of divisions. مع انت عاوز تقسم الخط ده قد ايه؟ خطوط عرضية، هل هو soft ولا hard؟ لو انت عاوز تكون حل دقيق اعتقد ان احنا بنختار soft، بيتناسب مع ال very fine mesh. ال fine mesh بايز تايب ده بيؤدي الى انك هل الخط اللي انت عامله ده بيضيق لتحت ولا بيضيق لفوق، وبيبقى بفاكتور قد ايه. هنا 6 مثلا، طب افرض احنا عملناه 0، اوكي يبقى كأن مفيش بايز خالص. This base factor, no base factor, أو أكن no base أساسا. Please define will be 6. The direction of the base, this you can convert it this into this. طب but how can I know that? From the view you can display edge and zoom. This is an arrow. The direction of this line is from up to down. Okay, so if you choose that, it will be that. Right click and zoom to fit, and just zoom. And if you choose that, it will be. Looks like it will looks like that. Looks. Or this. هنا بيضيق من ناحيتين وبيوسع من النص. كله متاح على حسب الحاجة اللي انت عاوز تعملها. احنا هنا هنعمل الفلو بتاعنا هو عبارة عن هناخد المسألة بتاعتنا wall and axis. بمعنى ان ده هيبقى نص الشكل. مش هندرس الشكل كله، يعني مش هندرس الماسوره كلها، هناخدها نص الشكل بس. وبالتالي احنا عايزين نضيق الحته اللي فوق علشان الباوندري لاير تاثيرها يظهر. What is the boundary layer? The boundary layer phenomena ظاهره بتحصل بسبب لزوجه المائع في اثناء احتكاكه بماسوره او بجسم. فبيحصل انه السرعه اولا بتقل، وثانيا بيحصل اختلاف في السرعات. طبعا بيكون السرعة بتبقى صفر عند الجدار وبتبدأ تزيد 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 كلما اقتربت من الاكسس. اوكي، فعشان نعرف ندرس الظاهرة دي لابد ان المش بتاعتنا تكون دقيقة ومتشابكة في الحتة دي، لان ده الوول بتاعتنا احنا عايزينها توسع في الاتجاه ده. Okay, we will use that. Okay, تعالوا نشوف ايه اللي حصل. Fit. And this the direction, and this the another direction. This, okay. This size
we'll use this. هنختار بقى ده بحيث ان احنا نعمله. هنشوف السايزنج بتاعه رايح فين. is one edge. should make apply. and عايزينه بيضيق لفوق برضو. ايوه بالشكل ده. ثم generate mesh. this is our mesh. zoom to fit. this is our mesh. this but this mesh is not accurate because we wanna make meshes here fine and fine because the boundary layer and this the boundary layer but this is our axis and this is our wall. هنعمل هنا المش بتاعتنا عايزينها تضيق من فوق بس وبالتالي بتوسع لتحت وده هيتكرر لانه هيبقى سيمتري وبالتالي الحاله هيطلع صحيح. فهنعمل ايه؟ عايزين نظبط الجزء دوت وبالتالي دوت بيضيق من فوق وده بيضيق من فوق اوكي بط الجزء دوت بقى هيبقى شكله عامل ازاي. في بقى ايه حاجه كمان بنعملها ازاي ان انت تقف على المش and insert mapped face meshing. mapped face meshing ده بيحسن الدقة بتاعة الخلية او المش عموما. بنختار surface and apply then generate. okay to see your mesh. oh this is very fine. هنعمل زوم الجزء ده هنشوف هنا. اهم حاجة عندك يبقى الجزء ده ضيق لان دوت الجزء اللي احنا عايزين نحل فيه الحل بتاعنا الدقيق بدقة عشان تأثير الباوندري لير يظهر عند الجدار. بينما الجزء اللي تحت ده الجزء تحت ده مش مهم يكون واسع لان دوت هو الاكسس. هنا مفيش اي باوندري لير خالص. هنا السرعة بتكون هي الماكسيمم زي ما احنا شايفين كده من الحل الرئيسي بتاعنا. السرعة هنا صفر وهنا صفر. احنا بقى الدراسة بتاعتنا في النص الاولاني بس. النص الاولاني الباوندر لير بتظهر عند الجدار انما كل ما بتقرب من الاكسس بتوصل لليول ماكسيمم. اوكي ليتس كومبليت ذيس ماب فيس ميشنج. اوكي رايت كليك اند زوم تو فيت. اوكي ذيس اف يو ميك ات فاين updated. you should update it and you should update it this right mark. الجزء دوت بيبقى لنا ان هنا المش خلاص اتعمل لها ابديت. يعني هو كان هنا باصفر علشان ما اتعملش ابديت فلابد انت تعمل ابديت بحيث ان البرنامج يكون متصل كله ببعضه. اوكي عليك بقى ان انت تغير في الحاجات دي بحيث ان سموثي مثلا ميديم او لو او هاي. ده بيفرق في دقة الحالة على حسب الدكتور بتاعك او الخبير اكتر هو اللي بيحدد دوت وبالتالي انت بتقدر تفهم منه. طيب منين البرنامج يعرف الوول من الانلت من الاوتلت يعني فين بقى الكلام ده؟ اوكي let's select the edge this edge create named selection it will be our inlet. okay this our wall this our wall وهنا هيبقى يا اما wall يا اما axis بس احنا علشان الابعاد بتاعتنا axis metric هتبقى ده الاكسس and this will be the outlet. okay you can make 10 this 10 you can make 50 and this 50 and generate mesh. let's see what will happen. it's update. Oh, there is a problem for updating. Okay.
make it 10. هنا الأخطاء بتكون الأخطاء هنا بقى بتكون بيكمل الجزء اللي احنا بنقوله هنا على حسب بقى ال behavior soft ال unstructured this is structure mesh and phase mapped. كل ما كان quad أو hexadron كل ما كان أفضل، وكل ما كان المنطقة اللي انت عاوز تدرسها أو هي دقيقة كل ما كانت الخطوط فيها ضيقة زي الباوندري لاير هنا كل ما كان أحسن. ده اللي انت عليك ان انت تجرب، يعني بدل 10% اعمل 50 أو 20 في 200 بحيث ان انت تضيق الجزء ده، وعلى حسب البيز فاكتور أو السايزنج هنا بتعرف الاتجاه بقى اللي انت بتضيقه منين. يعني you should try it with yourself. بط احنا هنكمل دلوقتي الجزء اللي احنا بنعمله. احنا هنسمي دلوقتي الأجزاء تاني لأن حصل مشكلة. اوكي we'll select that edge and create name selection. It will be inlet unless create name selection. It will be our wall and this axis. لو انت واخد الشكل كله يبقى wall تانية. This is our outlet. Okay. So this is our mesh. يبقى الحل من الاخر كده geometry، بترسم اللي انت عاوزه، ترسمه على الانفنتور، ترسمه على السوليد ووركس، ترسمه هنا مفيش مشاكل. بعد كده بتعمل الميشنج وده بتحل بالسي بلس بلس. دي طريقة بالبرمجة زي لغة الفورتران بالظبط زي ما انا قلت قبل كده. بيبرمجوا البرنامج وبيعملوا له ماثيماتيكال موديل بقى. هنا السي اف دي ميزته ان انت بمجرد انت بتعمل انبوتس بس مش بتعمل برمجه، ولكن انت لابد انت تتعلم اي لغه من لغات البرمجه لانها هتفيدك في اي حاجه زي الفورتران. الفورتران ميزته ان هو فيري سمبل لانجويج اند ات از كومون يوزد باي ذا ميكانيكال انجينيرز. واتر هامر فرونومينا heat transfer 2D and so on. This is the inlet wall axis out. So the setup بقى هنعمل ال setup هنعمل نختار. بيفتح لك قائمة هنا البوكس دوت هيبقى يا اما دبل بريسيجن ودوت بيبقى في الفيري فيري فيري فاين مش. يا جماعه لانه البرنامج دوت مش مجرد ان هو بيحل بسرعه وبيطلع الحل وخلاص، لا في مسائل بتتحل في دقيقه، في مسائل بتتحل في دقيقتين، في مسائل بتتحل في ساعه، وفي بتحل في اسابيع، وفي بتحل في شهور. وبالتالي السيف دي عموما مشكلته ان هو الامكانيات الاجهزه والمعامل. فالدبل بريسيجن لو اخترناه هيعمل لابد ان انت تكون محتاج فيري فيري فاين اند اكوريت سوليوشن. بالنسبه للبروسيسنج السيريال اند البيرل، البيرل على ما اعتقد ان هو بيبقى البروسيسور بقى بتاعك انت بيقدر يعمل كام بروسيس على التوازي مع بعض، ودي بتعرفها من التاسك مانجر بتاعك او من امكانيات الجهاز. فاحنا هنختار سيريال، اعتقد ان دوت بيبقى في المسائل اللي هي البسيطة. then okay. هيبدأ يفتح ال fluent. okay this is the general. هنا بقى هو شغل ال engineering فعلا المعادلات. it will be the solver type is pressure based or density based. If your flow is incompressible it will be pressure based. If your flow is compressible it will be density based لان الكثافة هتتغير. انما هنا الماء كثافته لا يتغير لانه تقريبا ثابتة لانه غير قابل للانضغاط.
او